افتتحت شركة سهام المختصة في مجال التأمين بجميع الفروع بالمغرب وكالة جديدة تأمينات اليسر بشارع المقاومة بحي النور بمدينة برشيد بالقرب من مخمزة المدينة ومختبر التحالي السقاط وتنوية ولاد حريز ببرشيد. وتمنح الوكالة العديد من الهدايا للزبناء على الاشتراكات الجديدة مع تنظيم قرعة الفوز بجهاز تلفاز وهاتف أو لوحة إلكترونية. شركة سهام رائد وطني في مجال تأمين السيارات، لها أكبر شبكة تأمينات بأكثر من 500 وكالة للتأمين بالمغرب، تقترح مواكبة تأمينات جميع الفروع مع خدمة المساعدة وإمكانية التعويض المباشر عن الأضرار عبر شيك أوتو وشيكين على مستوى البيضاء وتسهيلات في الأداء من خلال مجموعة من الدفعات وفي جميع الفروع، بالإضافة إلى السرعة في التعويض عن الحوادث وخدمة الزبناء المتوفرة في جميع الأوقات على الرقم 3434. كتشرف سهام أسيرونس بإخبار ساكنة برشيد عن افتتاح فرع جديد اللي كاين على مستوى شارع المقاومة قرب مختبر السقاط ومخبزة المدينة وليسي ولاد حريز. عودت إخبار زبنائنا الكرام عن مجموعة من امتيازات الوكالة ديالنا بما فيها تخفيضات وتسهيلات وحتى هدايا على كل اكتتاب، وكاينه القرعه اللي غتقام قريبا ان شاء الله واللي كتكون من جهاز التلفاز تابلت وتليفون سمارت فون. وكنذكر زبنائنا الكرام ان عندنا كل اكتتاب يستفيد الزبون من هدايا مهمه، ومرحبا بكم ان شاء الله عندنا. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زياره الوكاله او الاتصال على الرقم التالي.